عند اي ام اس نشوف الباسكت والشورت سكرين حقتهم، هذا اللي اصدروا مؤخرا البيج بانج كومبيتيشن باسكت، استخلاص اللي قبل شوي منه. فكرته ان فتحات اكثر ومركزة اكثر في النص، فانتشار اكثر للفتحات لكن التركيز اكثر في النص، يعطي استخلاص يطلق عليه الاستخلاص العصري المودرن اكستراكشن، استخلاص سريع لكن يعطيك فرق في الطعم. يعني هو ما يعطيك شكل استخلاص، بيعطيك تطشير في الجيم، استخلاص شوي كذا ما هو شكلا بتحبه لكن يأثر في الطعم. بصراحة هذه ممكن ما أقدر أحكم لأن القهوة ممكن ما هي كويسة، ما حبيت الإسبرسو يعني، بس ممكن مع قهاوي كويسة يحتاج أني أجرب وأعطي رأيي في هذا الباسكت. لكن ما أدري، أنا من أول ما سمعت عنه وأطلقه وما كنت يعني صراحة متحمس له صراحة يعني. هذا باسكت جديد توهم أطلقوه في هذا المعرض تحت مشروع اي بي لاب. اي بي لاب هو مشروع باورد باي اي ام اس، فهذا الباسكت اسمه اول ان ون. اول ان ون فكرته انه يسوي كل انواع القهوه بماكينه الاسبريسو. اسبريسو تطحن طحنه ناعمه بتقدر تستخلص منه. شوفوا هنا في زي المش، زين زي المش هنا، طيب وتقدر تخشن الطحنه وتستخلص مثلا امريكانو دايركت بدون ما تضيف مويه، تقدر تسوي فيه فلتر كافي. هذا فكرتهم يعني، هم عندهم هذا الاعتقاد انك تقدر تحضر ماكينه الاسبريسو كل انواع القهوه، فهذا باسكت هذه فكرته. So the grind size now is for filter, right? Yes. Okay. Do you tamp it or no? No, we don't tamp it. We level it. Okay. Then we use the diffuser to better improve the quality of the distribution of the water. Okay. Then you regularly put it on your machine, which should be a machine with pressure profile. Other. And then you do your filter coffee. هذا فلتر كوفي عن طريق الباسكت من ماكينة الإسبريسو، يستخلص لك القهوة. How many what is the how many bar the bump now? If you look at the top you see temperature how many milliliters is. No, it's 9 bar right? It's 0.9. طبعا هذا الباسكت لازم ماكينة بريشر بروفايل، لازم يكون فيه تحكم بالضغط انك تقدر وقت استخلاص الفلتر بتنزل ضغطك الى 0.9، فهم قبل شوي حضروها على ضغط نازل جدا كأنك يعني ما تشغل البوم. هذه فكرة الباسكت هذا. لكن الاكسبريسو لا عادي، المكاية العادية تسوي، بس اللي بيسوي فلتر كافي او شاي على قولتهم يستخدم بريشر بروفايل اسبريسو ماشينز على بار نازل ويقدر يستخدم الباسكت.